الاعجاب ديال الجلسه الساحل في النسخه الثانيه ديالو، فهو الحمد لله في احسن الظروف. كل مشات الحمد لله كما كنا مصورين، لا من ناحية التنظيمية ولا من ناحية الأمنية ولا من ناحية اللوجستيكية ولا من ناحية الفنية، فكل الأمور كانت الحمد لله في اتجاه صحيح. كنهنى الساكنة ديال الجماعة ديال مهارة الساحل على المهرجان ديالها، اللي الحمد لله جات في ظروف جيدة، وكنشكر الناس اللي ساعدونا والناس اللي عاونونا لا من قريب ولا من بعيد، كنشكر السلطة المحلية، كنشكر رجال الدرك، كنشكر الجمعية ديال المهارة الساحل اللي درنا جديدة للتبوريدة، كنشكر كل من عاون كل من ساهم لا من بعيد ولا من قريب. صراحة النسخة الثانية لحد الآن الحمد لله غدا في ظروف جيدة، النسخة نتمناها باش النسخة الثالثة يعني إن شاء الله نزيدو شي تحسينات ونزيدو شي حاجة، ولكن واعد الساكنة ديال المهارة الساحل بأن الدورة الثالثة غادي نشوفو شي مفاجأة اللي غادي تكون إن شاء الله سارة. كنشكر كل من الناس اللي جاوا من جيراننا، اللي جاوا من ميرشي، اللي جاوا من سيد رحال، اللي جاوا من حد السوانه من بسان، دونا وعاونونا وعطونا واحد الجماليه لهذا المهرجان. كنشكر الاعضاء صراحه لانهم تما قاموا بواحد الدور، واحد الدور جبار، وقفوا معنا يعني كجندي باش ننجحوا هذه الدوره هذه. كنشكر السيد العامل على الزياره ديالو، لانه صراحه عطاتنا واحد الحاجز وعطاتنا واحد واحد القوة باش إن شاء الله نعاودو نجتهدو باش نخليو هذا المهرجان يبقى ملصوق في التاريخ إن شاء الله. كما كتعرفوا المهرجان ديال مهارة الساحل عرف واحد الحدث اللي هو حدث جميل جدا، وهو درنا تكريم لواحد الهرم كبير، لواحد الهرم ديال التبوريدة، واحد الشخص يعني كيوي عنده 86 في عمره، 86 سنة في عمر ديالو، فكرمناه لأن صراحة هذا الراجل تا واحد من الدافي، تا واحد ما رد ليه الجميل ديالو اللي عطى للتبوريدة واللي عطى للفن العريض. فاحنا جماعة ديال مهارة الساحل ولا جمعية ديال مهارة الساحل، فاحنا كرمنا هذا الشخص هذا وكنشكروه من هذا المنبر، لأنه صراحة جا من واحد العناء ديال الطريق وداك الشيء، وجا مسكين باش يساعدنا باش هذا، ونتمناهم الله الله يكمل بخير وعاش سيدنا. عروان كنشكرو من ما تفوتيش الفرصه باش نشكر السي علواني، لانه صراحه هو اللي عطانا هذا الموقع الجميل وهذا الموقع الجذاب، هو اللي درنا فيه هذا المهرجان هذا في النسخه الثانيه. صراحه كنشكرو من هذا المنبر وكنشكرو كثير، وكنشكر كل من ساهم من بعيد ومن قريب، وكنشكر الناس اللي جاوا ديال الصحافه اللي جاوا وساندونا، كنشكر الناس اللي ديال الجمهور، كنشكر جميع من ساهم من قريب ولا من بعيد في انجاح الدوره هذه الثانيه لفلوريدا. سيدي شكرا لكم على التصريح لجريده دوكالا ميديا 24. السلام عليكم ورحمه الله. زيد العبد. السلام عليكم ورحمه الله. هذا المهرجان ديال مهارة الساحل النسخه الثانيه. التنظيم ديال العام اللي فات، التنظيم ديال العام حسن من العام اللي فات، حنا غادي وكنتحسنوا شويه بشويه. اليوم الصربات جايين من كل بلاد، الصحراء، من سيدي قاسم، سميسات، من أنحاء المغرب كامل، و المستوى اللي كتشوفوا في البلاد العام، حنا الأخطاء اللي دازوا العام اللي فات حنا صلحنا، والأمور الحمد لله مزيانة، وكنشكروا السلطات من الدرك الملكي، القوة المساعدة، الناس ديال القيد ديالنا ديال المعزة، ومن كل شيء الحمد لله الأمور غادا في أحسن نظرة، وأنتم راه شفتوا شوية بعيدكم، والأمور الحمد لله راه على خير وبخير. كلمة أخيرة بالنسبة للزوار ديال هذا المهرجان. الزوار مرحبا بكم مهارة الساحل، والحمد لله راه لقيتو كل شيء، مقاد الغبرة ما كايناش، المحرك كله مقاد وكل شيء مصوب، والأمور الحمد لله راه كتشوفوا أحسن من العام اللي فات. حنا كنحاولوا نداركوا دوك الأخطاء ديال العام اللي فات باش تكون الأمور تجيو وتلقاو المسائل مزيانة. ومرحبا بكم كاملين في المغرب كله، مرحبا به في مهارة الساحل. شكرا لكم على الكلمة التي ألقيتموها إلى موقع دوكالا ميديا 24.